بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الفرقة الثانية انتظام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور محمود صادق، مادة رياضيات التمويل والاستثمار. المرجع بتاعنا هو كتاب رياضيات التمويل والاستثمار، تأليف كل من دكتور إبراهيم حسن ودكتور عصام أبو القاسم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الباب الخامس، وهو جملة المبلغ بالفائدة مرتبة، وهنستتبع ده بالباب السادس، وهو عبارة عن تسوية الديون بفائدة مرتبة. أولا، ما هو الفرق بين الفائدة البسيطة والفائدة المرتبة؟ عند استثمار مبلغ معين بمعدل فائدة بسيطة، سواء إذا كان معدل سنوي أو نصف سنوي أو معدل شهري، فإن الفائدة بتحسب على أصل المبلغ عن مدة الاستثمار بالكامل أو الاقتراض بالكامل، وبالتالي فأصل المبلغ لا يتغير خلال مدة الاستثمار. لكن عند استثمار هذا المبلغ أو نفس المبلغ بمعدل فائدة مركب، سواء إذا كان سنوي أو نصف سنوي أو شهري، فإن الفائدة على أصل المبلغ بيتم إضافتها لأصل المبلغ بعد كل وحدة زمنية، حتى يتم احتساب الفائدة عن كافة الوحدات الزمنية بعد إضافة كل فائدة عن كل وحدة زمنية لأصل المبلغ. بمعنى إن في كل وحدة زمنية، سنة، نصف سنة، شهر، ربع سنة، بيتم إضافة الفائدة عن كل وحدة زمنية بشكل منفصل إلى أصل المبلغ، وبيتم استخدام هذه الجملة اللي هي عبارة عن الفائدة وأصل المبلغ كأنهم أصل مبلغ عن الفترة التالية وهكذا. فبالتالي بيظهر عندي ان اصل المبلغ بيزيد بمقدار الفائدة الدورية عن كل فترة زمنية. طيب، عشان نبين الفرق ما بين الفائدة البسيطة والفائدة المركبة، هنستخدم المثال صفحة 155. بيقول استثمر شخص 10,000 جنيه لمدة 3 سنوات وبمعدل فايدة 12% سنويا. المطلوب حساب جملة ما يستحقه الشخص في نهاية المدة إذا كانت الفائدة بسيطة أو إذا كانت الفائدة مركبة. عشان نحل أي مسألة بنحدد المعطيات: أصل المبلغ 10,000 جنيه، المعدل 12% سنويا، مدة القرض أو مدة استثمار المبلغ 3 سنوات. أولا، في حالة معدل الفائدة اللي هو 12% سنويا، هو معدل فائدة بسيط. كنا بنحسب الجملة بشكل مباشر بالقانون، أو كنا بنحسب الجملة لكل سنة بشكل منفصل. فلو حسبنا الفائدة بشكل منفصل عن كل سنة، ففائدة السنة الأولى فيه واحد، أي فائدة هي عبارة عن خارج حاصل ضرب 3 قيم، أصل المبلغ في المعدل في المدة، أصل المبلغ عند 10,000 جنيه في المعدل 12% سنويا في 1 اللي هي السنة الأولى، هيطلع بيساوي 1200 جنيه. وإذا حسبنا فايدة السنة الثانية برضو بنفس الطريقة، 10,000 جنيه في المعدل 12% لمدة سنة، هيطلع برضو 1200 جنيه. وهكذا أيضا في السنة الثالثة، هيصير إجمالي الفوائد السنوية لكل سنة 3,600 جنيه. ومن الواضح ان اصل المبلغ لم يتغير في كل سنة، فاصل المبلغ ثابت بيساوي 10,000 جنيه، المعدل عندي بضربه في مدة سنة. كان من الممكن حساب جملة الفايدة البسيطة بقانون الجملة اللي هو ألف في 1 زائد عين، هيطلع إجمالي ما يستحقه الشخص 13,600. 10,000 هم أصل المبلغ، و 3,600 هي إجمالي الفوائد السنوية عن مدة ال3 سنوات. اللي لاحظناه في المثال إن هو لما حلينا بالفائدة البسيطة إن أصل المبلغ لم يتغير، سواء في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وبالتالي الفائدة السنوية لم تتغير أيضا، هي عبارة عن 1200 جنيه كل سنة، حتى يصبح إجمالي الفوائد عن 3 سنوات حاصل جمع 1200 3 مرات
اللي هو 3600. فالفائدة ثابتة ما بتتغيرش لأن أصل المبلغ ثابت ما بيتغيرش. أما عند استخدام معدل الفايدة المركب، يعني عند اعتبار إن الـ 12% سنويا دي هي عبارة عن معدل فايدة مركبة، هنحسب فايدة أول سنة زي ما قلنا ما بتتغيرش، أصل المبلغ في المعدل في المدة 10,000 جنيه في 12% لمدة سنة هيطلع 1200 جنيه. لكن بالنسبة للفايدة المركبة عند احتساب فائدة السنة الثانية يصبح أصل المبلغ مش ال 10,000 جنيه، هيصبح أصل المبلغ هو ال 10,000 جنيه اللي هو أصل المبلغ الأساسي مضاف إليه جميع الفوائد عن السنوات السابقة. وأنا ما عنديش غير سنة واحدة بس اللي هي السنة الأولانية اللي اتحسب فيها فايدة 1200 جنيه، فيصبح أصل المبلغ الجديد هو عبارة عن 10,000 جنيه وفايدة أول سنة 1200 جنيه، يعني 11,200 جنيه. أصل المبلغ الجديد أو الجملة يعني جملة المبلغ في أول سنة بتمثل أصل المبلغ عن السنة الثانية. فعشان نحسب السنة الثانية أو فايدة السنة الثانية أصل المبلغ هنا مش هيبقى 10,000 جنيه وإلا أصبحت فايدة بسيطة، لأن أصل المبلغ ما بيتغيرش، إنما هنا أصل المبلغ في الفايدة المركبة بيتغير نتيجة إن إحنا بنضيف ليه الفوائد السنوية أو عن كل فترة زمنية. فهنا أصل المبلغ 10,000 جنيه، حسبت له فايدة 1200 جنيه، يبقى إجمالي الفوائد 11,200 جنيه، دول بيمثلوا أصل المبلغ لحساب فائدة السنة الثانية. هنلاحظ هنا إن فايدة السنة الثانية أصل المبلغ هنا تغير بكام؟ بـ 11,200 جنيه، طبعا 10,000 زائد فايدة أول سنة. هنتعامل مع الـ 11,200 كأنهم زيهم زي الـ 10,000 جنيه، كأن ده أصل المبلغ في 12% لمدة سنة، هيطلع عندي فائدة السنة الثانية 1344 جنيه. الزيادة 144 جنيه ناتجة من ان احنا ضفنا ال 1200 جنيه الفايدة كأصل مبلغ لحساب فائدة السنة الثانية. فنلاحظ هنا ان الفايدة عمالة تزيد. طيب ال 1344 هنضيفه لأصل المبلغ والفوائد السابقة، فأنا عندي كام فايدة؟ عندي فايدتين، عندي ال 1200 فايدة السنة الأولى وال 1344 فايدة السنة الثانية، وعندي أصل المبلغ 10,000. يبقى كأن ال 10,000 مع ال 1200 بقوا 11,200 في السنة الأولى، استخدمتهم كأصل مبلغ في بداية السنة الثانية عشان نحسب فايدة السنة الثانية. 11,200 هيتضاف عليهم دلوقتي 1344 اللي هم فايدة السنة الثانية، عشان يصبح الإجمالي 12,544، وهستخدمهم كأصل المبلغ لحساب فائدة السنة الثالثة. فبصوا حضراتكم هنا عشان أحسب فائدة السنة الثالثة هلاحظ إن أصل المبلغ اتغير بـ 12,544، وهو عبارة عن أصل المبلغ الأساسي اللي هو الـ 10,000 جنيه مضاف إليه كافة الفوائد عن السنوات السابقة. أنا عندي السنة الأولى 1200 جنيه، عندي السنة الثانية 1344، الإجمالي مع الـ 10,000 هيصبح إجمالي المبلغ أو أصل المبلغ الجديد 12,544، دول هستخدمهم كأصل مبلغ لحساب فايدة السنة الثالثة، وبالتالي فايدة السنة الثالثة هتصبح 1505.28 مليون. زي ما تلاحظوا حضراتكم من أهوت إن أصل المبلغ عمال يتغير نتيجة إن أنا بضيف ليه فايدة كل سنة، وبالتالي الفائدة السنوية أو الدورية بتزيد. في أول سنة كانت 1200، السنة الثانية 13,344، السنة الثالثة 1505.28 مليون. نبص على الجدول ده عشان نفرق ما بين الفايدة البسيطة والفايدة المركبة. زي ما قلنا ان الفكرة في الفايدة البسيطة ان اصل المبلغ لا يتغير، وبالتالي الفايدة عن كل سنة هتصبح ثابتة 1200 جنيه لمدة 3 سنوات، يبقى الاجمالي عندي في العمود الثاني 3600 جنيه. في العمود الثالث الفايدة المركبة بنلاحظ ان فايدة السنة الاولى متساوية ايضا مع الفايدة البسيطة، وده شيء طبيعي لان انت عندك اصل المبلغ ما اتحسبلوش فوائد قبل كده، دي اول فترة زمنية او اول سنة، وبالتالي اصل المبلغ بيفضل زي ما هو 10,000 جنيه. لذلك فايده السنه الاولى سواء اذا كانت
فايده بسيطه او فايده مركبه عن اول وحده زمنيه اذا كانت سنه او شهر او نصف سنه، فالفايده عن اول وحده زمنيه بتبقى متساويه ما بين الفايده البسيطه والفايده المركبه. السنه الثانيه كان عندي اصل المبلغ 10000 جنيه وضفت عليه 1200 اصبح 11200 جنيه، هم دول اللي استخدمتهم عشان احسب كاصل مبلغ عشان احسب الفايده عن السنه الثانيه، فاصبح فايده السنه الثانيه 1344 جنيه بفرق زياده 144 جنيه، وهم دول عباره عن ال 12% الخاصه بال 1200، يعني الفايده بتاعت الفايده بتاعت اول سنه. السنه الثالثه اصل المبلغ زاد فاصبح 12544، وهو ده اللي ادى الى ان الفايده عن السنه الثالثه اصبحت 1505.28. لنجد ان اجمالي الفوائد المركبه عن الثلاث سنوات تبقى 4349.28 باجمالي فرق 449.28. ايه الزياده ديت او ايه سببها؟ ان زي ما قلنا ان اصل المبلغ ما بيبقاش ثابت زي ما بيحصل الفايده البسيطه، لا ده اصل المبلغ بيتم اضافه الفوائد الدوريه ليه بشكل دوري في بداية كل فترة زمنية تالية عشان يصبح ده أصل المبلغ الجديد. كيفية حساب جملة المبلغ بفايدة مركبة؟ لاحظنا في المثال اللي فات إن فايدة السنة الأولى بفايدة مركبة بتساوي فايدة السنة الأولى بفايدة بسيطة، وده اتفقنا عليه لأن أصل المبلغ عندي ثابت في الحالتين ما كانش حصل له أي تغيير. فلو حسبنا فايدة السنة الأولى هيبقى عندي ألف في عين في واحد، وبالتالي جملة السنة الأولى اللي هي جيم واحد هتساوي ألف في واحد زائد عين. إذا حسبنا فايدة السنة الثانية هنلاحظ إن فايدة السنة الثانية عشان تحسبها بالنسبة للفايدة المركبة بنستخدم جملة السنة الأولى اللي هي أصل المبلغ والفايدة عن السنة الأولى كأصل مبلغ جديد. فهنا مش هقول ألف في عين في واحد، لأ هقول جيم واحد اللي هي جملة السنة الأولى. طيب هو جيم واحد دي بتساوي ايه؟ بتساوي ألف في واحد زائد عين في واحد. لو ضربت المقدار ده في عين في واحد هيصبح عندي كأني بقول ألف في واحد زائد عين في واحد زائد عين تاني، فأصبح كأني بقول ألف في واحد زائد عين تربيع. ولحساب جملة السنة الثالثة أو فايدة السنة الثالثة هنستخدم جملة السنة الثانية اللي هي ألف في واحد زائد عين تربيع، هضربها أيضا في واحد زائد عين في واحد، كأن الجزء ده كله هو أصل مبلغ، كأن ألف في واحد زائد عين تربيع ده كأنه كله على بعضه ألف. فبالتالي هيصبح جملة السنة الثالثة ألف في واحد زائد عين أس في ألف، وهكذا السنة الثانية والثالثة والرابعة حتى السنة رقم نون. السنة رقم نون دي تبقى السنة العاشرة، تبقى السنة رقم 100، أيا كان. فالفايدة رقم نون هتبقى عبارة عن الجملة عن المدة الزمنية السابقة اللي هي هتبقى نون ناقص واحد في عين في واحد، والجملة عن الفترة الزمنية السابقة هتبقى عبارة عن ألف في واحد زائد عين أس نون ناقص واحد. في القوس اللي هو واحد زائد عين في واحد هيصبح عندي الإجمالي إن جملة آخر سنة عندي اللي هي جملة مدة المبلغ كله سواء إذا كان مبلغ مفترض أو مستثمر هتساوي ألف في واحد زائد عين أس. القانون اللي هو جملة المبلغ بفايدة مركبة اللي هو ألف في واحد زائد عين أس نون هو ده القانون اللي بيستخدم في حساب جملة الفايدة أو جملة المبلغ بفايدة مركبة. وبكده تصبح جيم بتساوي ألف في واحد زائد عين أس. لكن هنا وجب التفريق ما بين النون وكاف. هنا هنستبدل النون بالكاف، بمعنى ان جملة المبلغ بفايدة مركبة هتصبح ألف في واحد زائد عين أس كاف. ايه السبب؟ السبب ان عندي معدل الفايدة ممكن يبقى معدل فايدة سنوي، وده بنسميه معدل الفايدة الاسمي، وهنرجع له في اخر المحاضرة. معدل الفايدة السنوي بيسمى بمعدل الفايدة الاسمي السنوي، وممكن يكون المعدل معدل نصف سنوي.
معدل الفايدة هو معدل نصف سنوي. ممكن. فمعدل نصف سنوي معناه إن هذا المعدل بيتم إضافته أو حسابه مرتين في السنة، وبالتالي مش هقدر أعتمد على نون كمدة إجمالية. نون هنا المقصود بها مش مدة الخرض، المقصود بها عدد الوحدات الزمنية المتوافقة مع الوحدة الزمنية لمعدل الفايدة. بمعنى إن لو كان عندي مدة القرض 5 سنين وكان عندي المعدل نصف سنوي، فبالتالي معدل نصف سنوي يبقى بتضاف الفايدة مرتين في السنة، وجب عليا إن نون ما تبقاش 5 سنين، هتبقى عبارة عن عدد من الوحدات الزمنية طول كل منها نصف سنة، اللي هو المدة الخاصة بإضافة الفايدة، لأن أنا عندي المعدل نصف سنوي. فبالتالي نون هنا هتتحول لحاجة اسمها كاف، وبالتالي عشان أحسب كاف لابد من حساب أمرين: مدة القرض أو الاستثمار الإجمالية اللي هي مدة القرض اللي هي نون، دي معروفة هتبقى موجودة في المثال، مضروبة في ميم اللي هو عدد مرات إضافة الفايدة في السنة الواحدة. ففي المثال بتاعنا اللي احنا قلناه شفهيا دلوقتي بنقول إن لو كان المعدل نصف سنوي تبقى ميم هنا بتساوي 2، لأن هنا بتضاف الفايدة مرتين في السنة. نصف سنوي يعني كل نصف سنة بنحسب فايدة، لأن ده معدل نصف سنة، فبالتالي بتضاف الفايدة مرتين في السنة. إذا ميم هنا بتساوي 2. مدة القرض الإجمالية لو قلنا 5 سنوات يبقى إذا كاف اللي هي عدد الوحدات الزمنية هتساوي 10، اللي هي 5 في 2، 10 وحدات زمنية طول كل وحدة فيهم بتساوي 6 شهور أو نصف سنة، اللي هو المدة الزمنية لإضافة الفايدة أو لمعدل إضافة الفايدة. طيب تعالوا كده نشوف مثال 2 صفحة 161. بيقول في المثال السابق احسب جملة المستحق وإجمالي الفوائد باستخدام قانون جملة المبلغ بفايدة مركبة. هو أنا كان عندي، عشان نسترجع مثال تاني، إن أصل المبلغ كان 10,000 جنيه، معدل الفايدة السنوي 12%، وإن عدد مرات إضافة الفايدة هنا هتبقى بتساوي 1. ليه؟ لأن ده معدل فايدة سنوي، فميم هنا هتساوي 1. نون اللي هي المدة الإجمالية كانت 3 سنوات، فعشان أحسب كاف، لأن إحنا هنستبدل زي ما قلنا القانون عندي اللي هو قانون الجملة، مش هيبقى أس نون، هيبقى أس كاف، هيبقى جيم بتساوي ألف في 1 زائد عين، أس كاف مش أس نون زي ما مكتوب قدام حضراتكم فوق. ده مكتوب قدام حضراتكم فوق لإثبات القانون، ولكن نون هنا مش المقصود بها المدة الزمنية للقرض. عشان كده عشان ما نتلخبطش هنستبدل النون بالكاف زي ما هنشوف في بقية الحل. طب عشان نحسب الكاف بنقول هو عبارة عن حصر ضرب نون في ميم. نون هو عبارة عن المدة الإجمالية اللي هي 3 سنوات، ودي معطى في التمرين، وميم هي عبارة عن عدد مرات إضافة الفايدة في السنة الواحدة. طبعا طالما إن المعدل سنوي تبقى عدد مرات إضافة الفايدة بتساوي 1، يعني ميم بتساوي 1، يعني كأني بقول 3 في 1 يعني بتساوي 3. في الحالة ديت لما يبقى المعدل سنوي دايما بتلاحظ إن نون بتساوي كام، لأن الميم عندي بتساوي 1. فجملة المبلغ المستحق زي ما قدام حضراتكم كده هنستبدل النون بكاف عشان ما نتلخبطش، وهنتفق عليها ان هي دي اللي هنستخدمها في باقي حساب الفايدة المركبة. جيم بتساوي الف في 1 زائد عين اس كاف، كاف لسه جايبينها ذات 3، وعين عندي 12% سنويا، والف عندي 10,000. مباشرة هنلاحظ ان جيم بتساوي 14,049.28. دي اجمالي او جملة المبلغ. لو طرحناها من اصل المبلغ هيصبح عندي اجمالي الفوائد اللي هو الجيم ناقص الف اللي هي الفايدة زي ما احنا عارفين، دي هتساوي 4,049 وهي علامة 28 مليون. مثال 3 صفحة 167. بيقول استثمر شخص مبلغ 15,000 جنيه لمدة 3 سنوات والمطلوب حساب جملة المستحق وإجمالي الفوائد إذا كان معدل الفايدة مركب. طب أولا بيقول إن في الحالات التالية، حالة إن عندي معدل الفايدة 12% سنويا، الحالة التانية 6% نصف سنوي، الحالة التالتة 3% ربع سنوي، آخر حالة عندي 1% شهري. لاحظوا حضراتكم إن الأولاني 12% سنويا، فـ 12% سنويا يعني الفايدة بتضاف كل سنة بـ 12%.
رقم ب بيقول 6% نصف سنوي، ده معناه ان 6% بتضاف كل نصف سنه يبقى 6% عن النصف الاول، 6% عن النصف الثاني. طيب 3% ربع سنوي يعني 3% كل ربع سنه، 3% عن الربع الاول، 3% عن الربع الثاني، 3% عن الثالث، 3% عن الربع الرابع. 1% شهريا معناه ان هي 1% كل شهر. ايا كان حتى لو كان المعدل ده ثابت ما بيتغيرش او حتى كان اقل، كل ما تزيد عدد مرات اضافه الفايده كل ما تزيد الفايده، وده هيبان قدام حضرتك. اولا عدد مرات اضافه الفايده اللي بيتاثر بيه حاجتين، عين وكاف. فلازم اولا احدد عين، وده بالفعل موجود في السؤال عندي، محدده محدد معدل الفايده، ولازم احدد عندي كاف. فاحدد كاف عندي ديت بناء على نون وبناء على مين، لان كاف هي عباره عن حاصل ضرب نون في مين. اول حاجه لازم احدد عدد مرات اضافه الفايده اللي هو مين. ففي حاله الف اللي هي 12% سنويا، عدد مرات اضافه الفايده هتبقى مره كل سنه، لان سنوي ده معدل سنوي، تبقى مين عندي بواحد. وعشان احسب كاف هتبقى كاف زي ما بنقول نون في ميم، يعني المده الاجماليه اللي هي 3 سنوات في كاف اللي هي في ميم عندي اللي هي بتساوي 1، تبقى 3 في 1 ب 3، يعني نون بتساوي كاف. وزي ما اتفقنا لما يكون المعدل سنوي دايما بتلاحظ ان كاف بتساوي نون، لان ميم عندي بتبقى بواحد، فلو ضربت النون في واحد كانك بتقول ان كاف بتساوي نون. الحاله الثانيه لما يبقى المعدل 6% نصف سنوي، نصف سنوي يعني عدد مرات اضافه الفايده هتبقى كام مره في السنه؟ مرتين، مره عن النصف الاول ومره عن النصف الثاني، فتبقى ميم عندي ب2. وبالتالي عشان احسب كاف هتبقى كاف عندي في الحاله رقم ب هتساوي نون في ميم، يعني 3 سنوات في ميم عندي ب2، يعني 6 وحدات زمنيه طول كل واحده فيهم 6 شهور. وده منطقي برضو لان انت عندك المده الاجماليه 3 سنوات، عايز تجزأ الثلاث سنوات لأجزاء متساوية طول كل منها نصف سنة اللي هو المدة الزمنية لمعدل الفايدة، النصف السنوي اللي هو 6% نصف سنة. فثلاث سنين هتقسمهم لأجزاء متساوية طول كل جزء عبارة عن نصف سنة، هتلاحظ كأنك بتقول 3 في 2، يعني 6 أجزاء متساوية طول كل منها 6 شهور أو نصف سنة. حالة رقم ج بيقول إن 3% ربع سنوي معناه ربع سنوي يعني الفايدة بتضاف 4 مرات في السنة، كل ربع سنة يعني. وبالتالي عدد مرات اضافه الفايده هتبقى 4 مرات، يعني ميم ب4. عشان احسب كاف بنقول نون في ميم، يعني 3 في 4 هتساوي 12. حاله رقم د بتقول 1% شهريا، عدد مرات اضافه الفايده كل شهر، يعني ميم عندي ب12. عشان احسب كاف هتبقى عندي نون في ميم اللي هو ب12، يعني 3 في 12 ب36 وحده زمنيه طول كل منها شهر. في حالة إن المعدل 12% سنويا هتصبح جملة المبلغ زي ما قلنا ج هتساوي أ واحد زائد عين أس ك، تعويض مباشر أصل المبلغ 15000 في 1 زائد عين 12% سنويا ك، حسبناها في هذه الحالة بتساوي 3، يصبح عندي الإجمالي 21073 علامة 92 جنيه. عشان نحسب إجمالي الفوائد المستحقة دايما بنطرح جملة المبلغ من أصل المبلغ. في حالة الفايدة المركبة للأسف ما عنديش قانون بيحسب الفايدة بشكل مباشر زي ما بيحصل في الفايدة البسيطة، ولكن بحسب قانون الجملة، ومن الجملة بطرحه من أصل المبلغ أقدر يعني أحسب الفايدة بشكل منتظم. هتطلع عندي 21073 علامة 21073 علامة 92 ناقص 15000 هيطلع عندي 6073 علامة 92 مليون. دي إجمالي الفوائد المستحقة. في الحالة الثانية اللي هي حالة إن المعدل 6% نصف سنوي، إحنا اتفقنا إن كاف هنا هتساوي 6، هيبقى برضه تعويض مباشر، هيصبح عندي إجمالي الفايدة 21277 علامة 78 من 100. فبالتالي إجمالي الفوائد المستحقة هتبقى ج ناقص أ اللي هي 21277 وعلامة 78 من 100 ناقص 15000 هيطلع 6277 علامة 78 من 100. عايز حضراتكم بس يعني تبصوا للمثال، بتلاحظ ان 12% سنويا بيختلف عن 6% نصف سنوي، رغم ان الاثنين تقريبا واحد. يعني حضرتك بتقول ان ال 12% هو عباره عن 6% كل نصف سنه، يعني لما نجمع النصين مع بعض 6% في النصف الاول
و6%، فالنصف التاني هيطلع 12%. طب ايه السبب في زيادة المبلغ؟ ان احنا بنحسب الفايدة دي كل 6 شهور، وزي ما اتفقنا ان بعد كل وحدة زمنية انت بتاخد الفايدة اللي انت حسبتها في الوحدة الزمنية دي وتضيفها على اصل المبلغ عشان يبقى جملة دي اللي هتستخدمها في كأصل مبلغ في الفترة اللي بعد كده. فعدد مرات اضافة الفايدة حتى لو كان نفس المعدل، عدد مرات اضافة الفايدة لما بيزيد بيزود معاه الفايدة، نتيجة ان انت كأنك بتجزأ الوحدة الزمنية اللي هي كانت سنة جزأتها المرتين، فخلال المرتين دول اصل المبلغ المرة الاولانية بيزيد وبتستخدمه، يعني الفترة الثانية بيزيد وبتستخدمه كأصل مبلغ في الفترة الثانية. في حالة رقم ج لما يبقى 3% ربع سنوي، اتفقنا ان كاف عندي هتبقى ب 12، برضه تعويض مباشر هيطلع عندي اجمالي جملة المبلغ بتساوي 21,386 علامة 41 من 100، اجمالي الفوائد المستحقة اللي هي ج ناقص أ هتصبح بتساوي 6,386 علامة 41 من 100. الحالة رقم د كاف اتفقنا بتساوي 36 وحسبناها بشكل منفرد، جملة المبلغ هتصبح 21,461 علامة 53 من 100، إجمالي الفوائد المستحقة هتساوي 6,461 علامة 53 من 100. رغم إنه نفس المعدل اللي هو 12% سنويا، ولكن جزأته على حسب عدد مرات إضافة الفايدة، فمرة قسمته على 4 أجزاء فأصبح ربع سنوي، مرة قسمته على 12 فأصبح مثلا 1% شهريا. لكن كل ما تزيد معدلات إضافة الفايدة أو عدد مرات إضافة الفايدة لنفس المعدل هتزيد معاه الفايدة، لأن زي ما قلنا إن مع كل وحدة زمنية بتحسب فايدة جديدة بتضيفها لأصل المبلغ عشان تصبح أصل مبلغ جديد للفترة اللي بتليها، وبالتالي كأن المبلغ في حالة رقم د زاد في أول سنة بس 12 مرة، 11 مرة، زاد 11 مرة في أول سنة، والسنة الثانية والثالثة بيزيد 12 في كل سنة. عشان كده بيصبح إجمالي الفوائد المستحقة أو جملة المبلغ عندي بتزيد مع زيادة عدد مرات إضافة الفايدة. ما ننساش إن أنا عندي هستخدم القانون دايما، أعتمد على كاف مش على نون. كاف بتتحسب عن طريق حاصل ضرب نون في ميم. نون هي المدة الإجمالية اللي موجودة في المثال، ميم عدد مرات إضافة الفايدة، وده بيبقى متفق مع المعدل. إذا كان معدل سنوي تبقى عدد مرات إضافة الفايدة ميم بتساوي 1، لو كان معدل نصف سنوي تبقى عدد مرات إضافة الفايدة 2، لو كان ربع شهري ربع سنوي يبقى 3 شهور، يبقى في الحالة ديت عدد مرات إضافة الفايدة 4، لو كان شهري يبقى عدد مرات إضافة الفايدة 12 مرة، لو كان كل 4 شهور تبقى عدد مرات إضافة الفايدة في السنة 3 مرات. المهم ميم هو عدد مرات إضافة الفايدة في السنة الواحدة، ما تنساش إن ميم عدد مرات إضافة الفايدة في السنة الواحدة. مثال 4 صفحة 169 بيقول استثمر شخص مبلغ 50,000 جنيه لمدة سنتين بمعدل فايدة مركب ربع سنوي وبلغت جملة المستحق ل 68,428 علامة 45%. هنا عايز معدل الفايدة المركب طبعا الربع سنوي، لو انت عايز السنوي طبعا هتضربه في 4، لكن هنا بيقول انا عايز معدل الفايدة الربع سنوي. لاحظ هنا ان عين اللي هنستخدمها في القانون بتاع الجملة هو معدل فايدة ربع سنوي. الاول نحدد المعطيات، الميم عندي ده معدل ربع سنوي، يعني الميم عندي بتضاف 4 مرات في السنة، يعني الميم بتساوي 4 مرات. نون عندي سنتين، يبقى كاف عندي هي عبارة عن 2 في 4، يعني 8 وحدات 8، كل وحدة طولها 3 شهور او ربع سنة. قانون جملة المبلغ ج بتساوي أ في 1 زائد عين أس كاف، كاف لسه حسبها 8، عين ده مجهول أنا معرفوش. عندي تعويض مباشر في قيمة الجملة وقيمة أصل المبلغ، هيصبح عندي 68,428 علامة 45 هقسم على 50,000، ده بيساوي 1 زائد عين أس 8. 68,428 علامة 45 على 50,000 هيطلع 1.3685، ده بيساوي 1 زائد عين أس 8. أنا عايز عين، لاحظ هنا إن في أس 8 موجود عندي. كل اللي أنا هعمله إن هجيب الجذر التام
او هخلي الواحد علامة 3 6 8 5، هتبقى اس المقلوب بتاع الاس بتاع 1 زائد عين، يعني 1 على 8، هتبقى اس 1 على 8 بتساوي 1 زائد عين. بالآلة هيصبح الطرف الأيمن بيساوي 1 علامة 0 4، ده بيساوي 1 زائد عين. هودي الواحد الناحية التانية بالناقص، هتبقى عين بتساوي 4% ربع سنوي، ده معدل 4% ربع سنوي، ده معدل الفايدة المرتب. لو أنت عايز معدل الفايدة الاسمي السنوي، هتخلي ربع سنوي ده تضربه في 4، هيطلع عندك 16% معدل اسمي سنوي. ما العلاقة بين المعدل الاسمي السنوي والمعدل الحقيقي السنوي؟ زي ما قلنا، المعدل الاسمي السنوي ده معدل سنوي بيحتسب كل سنة، يعني لما المعدل عندي يكون سنوي ده بنسميه المعدل السنوي. أما معدل الفايدة المركبة العادي هو عبارة عن المعدل السنوي على عدد مرات تضاعف الفايدة، زي ما حصل في المثال السابق مثلا لما كنا بنقول 4% ربع سنوي. ده كان جاي منين؟ جاي من إن المعدل السنوي كان 16% تضاف الفايدة 4 مرات في السنة أو كل ربع سنة، فقسمنا 16% على 4 أصبح عندي 4%، ده معدل ربع سنوي. هو ده المعدل العين العادي المركب اللي بستخدمه في كل الأمثلة أو في كل قوانين الفايدة المركبة. أما معدل الفايدة المركبة الحقيقي هو عبارة عن الزيادة الفعلية السنوية للفايدة عن كل وحدة نقد تم استثمارها لمدة سنة. عن كل وحدة زمنية تم استثمارها، كل وحدة نقدية تم استثمارها لمدة سنة. وده قانونه بيساوي 1 زائد عين، وعين هنا مش العين الاسمي، لأن زي ما قلنا عين الاسمي هنرمز ليه بالرمز عين سي. هيبقى 1 زائد عين أس ميم ناقص 1. مثال 5 صفحة 171 بيقول: إذا استثمر شخص مبلغ معين بمعدل فايدة اسمي سنوي 16%، فاحسب كل من معدل الفايدة المركبة العادي ومعدل الفايدة الحقيقي عين قاف في الحالات التالية: إذا كانت الفايدة بتضاف كل 3 شهور، إذا كانت الفايدة بتضاف كل شهر، إذا كانت الفايدة بتضاف يوميا. الاختلاف هنا في الميم. لو أنت عندك معدل الفايدة 16% سنويا وعندك بتضاف الفايدة كل 3 شهور يعني كل ربع سنة، يعني ميم هنا عندي بـ4، فهتقسم الـ 16% على 4 هيطلع 4% ربع سنوي. لو عندك الفايدة بتضاف كل شهر يعني 12 مرة في السنة، فهتقسم المعدل 16% على 12، هو ده معدل الفايدة المركب العادي. طيب نكمل. معدل الفايدة المركب الحقيقي هو عبارة عن 1 زائد عين أس ميم ناقص 1. طيب معدل عين ده هو المعدل السنوي 16%؟ لا، ده المعدل الربع سنوي اللي هو معدل الفايدة العادي. فدايما معدل الفايدة الحقيقي مش بيعتمد على الاسم السنوي، ولكن بيعتمد على معدل الفايدة العادي، معدل الفايدة المركبة العادي. اللي هو جاي منين؟ اللي هو جاي من خارج اسمة معدل الاسم السنوي على عدد مرات اضافة الفايدة، اللي هو عين العادي بدون اي رموز. عندك 3 قيم للعين: عين سين ده المعدل الاسم السنوي، وعين بس ده المعدل الفايدة المركبة العادي، وعين قاف اللي هو معدل الفايدة المركبة الحقيقي. معدل الاسم السنوي اللي هو زي ما موجود في المثال 16% سنويا، يعني مرة كل سنة، لكن بتضاف الفايدة كل 3 شهور فهو 16% سنويا. اللي ظاهر لك ان هو سنويا ده اسم سنوي، عشان كده بنسميه اسمي سنوي 16%، فده اللي ظهر قدام حضرتك 16% كل سنة، لكن بتضاف الفايدة كل 3 شهور، يعني بتضاف الفايدة 4 مرات في السنة. فبالتالي المعدل الفايدة المركب الفعلي اللي موجود، مش الحقيقي طبعا، الحقيقي ده حاجة تانية، ده عبارة عن 16% على عدد مرات إضافة الفايدة اللي هو 4، هيطلع 4% ربع سنوي يعني كل 3 شهور، ده المعدل التاني. طيب المعدل التالت، معدل الفايدة الحقيقي، ده ليه قانون، هو عبارة عن 1 زائد عين أس ميم ناقص 1. لكن عين هنا هو معدل الفايدة المركب العادي اللي أنا لسه حاسبه في الجزء الأولاني، هو العين العادي مش عين فيه، اسم السنوي، فيبقى بيساوي 1 زائد 4% أس 4 ناقص 1، يعني هيطلع 16.98%. هتلاحظ ده هو ده المعدل الحقيقي للفايدة المركبة اللي هو 16.98% سنوي، اللي هو الناتج عن استثمار هذا المبلغ 4 مرات في السنة.
فالمعدل الفعلي او الحقيقي اللي المفروض بيتحسب بيه المثال هيبقى 16 علامة 98 من 100%. في حالة ان معدل الفايدة بيضاف كل شهر يبقى من عندي ب 12، يبقى المعدل الاسمي السنوي هنقسمه على 12 عشان اوجد المعدل الفايدة العادي، هيطلع 1.33% شهريا او كل شهر. هذا المعدل بيستخدم في حساب معدل الفايدة المركب الحقيقي اللي هو 1 زائد ع أس مين ناقص 1، يعني 1 زائد 1.33% أس 12، وده كله ناقص 1 يعني هيطلع 17 علامة 23%. إذا كانت الفايدة بتضاف بشكل يومي يبقى هنقسم المعدل على 360، لأن هنا بشكل يومي سنة فيها 360 زي ما اتفقنا، هيبقى عندي 16% على 360 هيطلع 4% يوميا. وهذا المعدل اللي هنستخدمه في حساب معدل الفايدة الحقيقي هيبقى عندي 1 زائد ع اللي هو 4% أس 360 ناقص 1 يعني هيساوي 17 علامة 35%. ده الاختلاف أو وجه الاختلاف ما بين معدل الفايدة المركب الاسمي السنوي، معدل الفايدة المركب العادي، ومعدل الفايدة المركب الحقيقي. ننتقل للباب السادس وهو خصم وتسوية الديون طويلة الأجل. أولا القيمة الحالية للديون طويلة الأجل بفايدة مركبة. أنا عندي نوعين من الخصم أو عندي نوعين من القيم الحالية، في القيمة الحالية لخصم صحيح وفي القيمة الحالية لخصم تجاري. بالنسبة للخصم التجاري مش هيستخدم في حالة الفايدة المركبة لأن ممكن يفوق قيمة أصل المبلغ أو القيمة الإسمية. أما القيمة الحالية الصحيحة هي لو تستخدم في حساب أو في خصم الديون طويلة الأجل بفايدة مركبة. وبالتالي فالقيمة الحالية الصحيحة فقط والخصم الصحيح فقط هو اللي هيتم استخدامه في خصم الديون طويلة الأجل بفايدة مركبة. القيمة الحالية الصحيحة هي عبارة عن القيمة الإسمية ناقص الخصم الصحيح. هنستخدم قانون الجملة الخاص بالفايدة المركبة في حساب القيمة الحالية الصحيحة والخصم الصحيح، حيث هنعتبر ان اصل المبلغ هو عبارة عن القيمة الحالية الصحيحة وان جملة المبلغ هي عبارة عن القيمة الاسمية، لان احنا عارفين ان دايما القيمة الاسمية هي اكبر من القيمة الحالية. فالقيمة الاسمية كأنها بتمثل الجملة عندي، والقيمة الحالية الصحيحة بتمثل اصل المبلغ. جملة المبلغ ج بتساوي واحد الف في 1 زائد ع اس كاف. هنستخدم القوانين الخاصة بالقيمة الاسمية والقيمة الحالية. احنا قلنا هنعتبر ج هي عبارة عن القيمة الاسمية والف هي عبارة عن القيمة الحالية، هتبقى ق س بتساوي ق ح يعني القيمة الحالية في 1 زائد ع اس كاف. وبالتالي لو انا عايز اوجد القيمة الحالية هودي الواحد زائد ع اس كاف مقسومة على ق س، وبالتالي لو انا طلعتها من المقام للبسط هخلي الأس عندي بدل ما هو أس كاف هيبقى أس سالب كاف. فكأن عندك القيمة الحالية أو قفحة بتساوي القيمة الإسمية اللي هي قف س في 1 زائد ع أس سالب كاف. ولو عايز تحسب الخصم الصحيح هيبقى عبارة عن خارج الطرح بتاع القيمة الإسمية ناقص القيمة الحالية الصحيحة. ولو عوضنا عن القيمة الحالية الصحيحة بالقانون بتاعها اللي هو قف س في 1 زائد ع أس سالب كاف، هيصبح عندي قانون الخصم الصحيح ممكن أحسبه بشكل مباشر اللي هو قف س في قوس كبير 1 ناقص قوس أصغر منه 1 زائد ع أس سالب كاف. وإن كنت أفضل عشان تحسب الخصم الصحيح إنك تجيب القيمة الإسمية وتطرح منها القيمة الحالية الصحيحة بشكل مباشر. مثال 6 صفحة 187، دين قيمته الإسمية 4000 جنيه وبيستحق السداد بعد 4 سنوات، وهنا بيرغب المدين في سداده الآن بمعدل خصم مركب 8% سنوي. 8% سنويا تبقى عدد مرات اضافة الفايدة، هتبقى مين بتساوي 1، وبالتالي هنا في الحالة دي نون بتساوي كاف، والمعدل الاسمي السنوي بيساوي معدل الفايدة المركب العادي. هنا اوجد القيمة الحالية الصحيحة ويوجد الخصم الصحيح. اولا نوجد المعطيات، اصل المبلغ هو عبارة عن 4000، لكن ده عبارة عن القيمة الاسمية، فالقيمة الاسمية هي عبارة عن 4000 جنيه بيستحق السداد بعد 4 سنوات.
ويرغب المدين في سداده الآن، يعني عايز القيمة الحالية الصحيحة وبعدين نحسب الخصم الصحيح. فالقيمة الرسمية عندي 4000 جنيه هيستحق السداد بعد 4 سنوات، فهنخصمه دلوقتي. معدل فايدة 8% سنويا، نون بتساوي 4، ميم عندي بواحد، فبالتالي كاف هتساوي النون بتساوي 4. القيمة الحالية الصحيحة هي عبارة عن قاف س في 1 زائد ع سالب كاف، يعني نفس قانون الجملة بس بدل ما أس كاف هتبقى أس سالب كاف. 4000 في 1 زائد 8% أس سالب 4 هيطلع 2940 و12 من 100، هي عبارة عن القيمة الحالية الصحيحة الآن لدين قيمته 4000 جنيه يستحق السداد بعد 4 سنوات قادمة. الخصم الصحيح هو عبارة عن القيمة الإسمية ناقص القيمة الحالية الصحيحة. القيمة الإسمية عندي 4000 ناقص القيمة الحالية الصحيحة لسه حاسبينها 2940 علامة 12 من 100، هيصبح عندي 1059 علامة 88%، هي عبارة عن قيمة الخصم الصحيح لهذا الدين اللي قيمته الرسمية 4000 وبيستحق بعد 4 سنوات. كان من الممكن حساب الخصم الصحيح بالقانون الكبير اللي هو القيمة الرسمية في 1 ناقص قوس، هو عبارة عن 1 زائد ع سالب. تسوية واستبدال الديون طويلة الأجل. بيتم تسوية أو استبدال الديون طويلة الأجل بفائدة مركبة عند تاريخ تسوية معين من خلال القانون اللي هو الخاص بأن القيمة الحالية للديون القديمة بيساوي القيمة الحالية للديون الجديدة، زي ما حصل في الفائدة البسيطة. مثال 8 بيقول صفحة 198، بيقول تاجر مدين بما يلي: دين قيمته الإسمية 10000 جنيه وبيستحق بعد سنة، دين قيمته الإسمية 5000 جنيه يستحق بعد 3 سنوات، ورغب التاجر في سداد ديونه فورا على أن يحصل على معدل خصم مركب 9% سنويا، او معدل، يعني هنا بيقول معدل فايده مركب او خصم مركب 9% سنويا، فكم يدفع الان لسداد تلك الديون؟ طبعا هنا معدل الفايده المركب هو معدل الخصم المركب، ولكن في المثال بيحسب لك او بيجيب لك الجزئين دول باعتبار ان في بعض الديون هيتم خصمها فيبقى معدل خصم، وممكن بعض الديون تبقى لاحقه لتاريخ السداد بتاعها فبالتالي هنحسب عليها فايده. فهنا المقصود ان ده معدل فايده مركب بالقوس الخصم المركب، ان نفس معدل الفايده المركب لو كان في ديون هتحسب لها فايده بيساوي نفس برضو معدل الخصم المركب لو في ديون هتحسب لها خصم، زي ما هيحصل عندي في التمن. اول حاجه هو بيقول ان الديون بتاعته هيسددها دلوقتي الان، وبالتالي القيمه الحاليه للديون الجديده الان هتساوي القيمه الحاليه للديون القديمه، فلازم اوجد القيمة الحالية للديون القديمة، وهي دي بالظبط اللي هي القيمة الحالية للدين الجديد اللي هو عايز يدفعه دلوقتي. عشان احسب القيمة الحالية للديون القديمة لازم استخدم قانون القيمة الحالية اللي هو ق س في 1 زائد ع سالب ك. هحسب ليه الدين الاول اللي هو 10000 هيبقى في 1 زائد 9% اس سالب 1، لان الكاف هنا هتساوي 1. ليه طبعا الكاف بتساوي 1؟ لان زي ما قلنا ان عندي ميم عندي ب1، ده معدل سنوي عدد مرات ضعف الفايدة مرة في السنة، فاحنا اتفقنا ان دايما هتساوي دون هتساوي كاف لما يبقى عندك المعدل الاسمي سنوي هو المستخدم في المثال، او ان عدد مرات اضافة الفايدة سنويا او مرة في السنة، يعني مين بتساوي واحد. هنا تبقى السالب 1 هيطلع 9174 علامة 312 من 1000، ولو حسبنا للدين التاني اللي هو 5001 زائد 9% اس سالب 3، لان هنا المدة 3 سنوات، هيطلع 3860 علامة 917. إجمالي القيم الحالية للدين القديمة هتبقى عبارة عن 9174 علامة 312 زائد 3860 علامة 917، يعني هتساوي 13035 علامة 229. هو كان هيدفع 10000 بعد سنة و5000 بعد 3 سنين، لا دلوقتي هيدفع 13035 علامة 229 الآن دلوقتي. مثال 7 صفحة 193، تاجر مدين بكمبيالة قيمتها الإسمية 6000 جنيه تستحق السداد بعد 5 سنوات ونصف، ورغب المدين في سدادها الآن بمعدل فايدة ثلث سنوي أو معدل خصم ثلث سنوي 5.2%. المطلوب حساب قيمة ما يدفعه الآن وكذلك قيمة الخصم اللي حصل عليه هذا التاجر. القيمة الإسمية 6000، معدل الفايدة 5.2% ثلث سنوي، يعني ميم بتضاف 3 مرات في السنة،
نون عندي 5 سنوات ونص، فبالتالي كاف هتساوي نون في ميم يعني 5 ونص في 3 يعني 16 ونص. عشان نجيب القانون القيمة الحالية الصحيحة، قاف س في 1 زائد عين أس سالب كاف، تعويض مباشرة يبقى 6000 في 1 زائد 5.2% أس سالب كاف، كاف بتساوي 16 ونص، هيطلع 2599.51%، هي دي عبارة عن القيمة الحالية الصحيحة. أما عن الخصم الصحيح فهو إن بطرح القيمة الإسمية ناقص القيمة الحالية الصحيحة، فده هيساوي 6000 ناقص 2599.51%، فيطلع 3400.49%، ده مقدار الخصم الصحيح اللي حصل عليه التاجر قبل ما يسدد الدين اللي قيمته الإسمية 6000 ويستحق بعد 5 سنوات ونص. ايضا كان من الممكن ان اوجد الخصم الصحيح في القانون المباشر، وان كنت زي ما قلت لحضراتكم ان بفضل ان اوجد الخصم الصحيح عن طريق ان بطرح القيمة الاسمية من القيمة الحالية الصحيحة. مثال رقم 9 صفحة 204 بيقول: تاجر مدين بما يلي: واحد بين قيمته الاسمية 4000 جنيه بيستحق في 1/10/96، اكيد في التواريخ ديت، دين قيمته الاسميه 6000 جنيه يستحق في 1/10/97 يعني بعد سنه، دين قيمته الاسميه 3000 جنيه يستحق في 1/1/98، وتعثر في سداد ديونه حتى موعد استحقاق الدين الثالث. وهنا كاتب لي بيقول لي: اي ان ميعاد استحقاق الدين الثالث 1/1/98 هو تاريخ التسويه. تاريخ التسويه، التاريخ اللي هيحصل عنده التسويه زي ما اتفقنا وزي ما حصل في الفايده البسيطه. وطلب تسوية ديونه بدفع مبلغ 2697.1 نقدا، وحرر بالباقي 200 الأولى 3 أضعاف الثانية. فلو الثانية سين هتبقى الأولى 3 سين، وتستحق في 1/1/99 دي الكمبيالة الأولى، أما الكمبيالة الثانية في 1/7/99. هنا المطلوب حساب القيمة الإسمية لكل من الكمبيالتين. إذا علمت أن معدل الفايدة المركب 2.5% ربع سنوي، بينما معدل الخصم المركب 2% ربع سنوي. هنا من الواضح أن عنده معدلين، معدل فايدة ومعدل خصم. ليه؟ لأن تاريخ التسوية هتلاقي تاريخ سابق لبعض التواريخ بتاع الديون القديمة، وممكن تلاقي تاريخ لاحق لبعض التواريخ او تواريخ استحقاق الديون القديمه او الجديده. احنا اتفقنا ان اولا هنا المعدلات دي معدلات، من الواضح كده معدل الفايده الاولاني 2.5% ربع سنوي، ايضا معدل الخصم 2% ربع سنوي، يعني ميم عندي باربعه، دي معدلات او عدد مرات اضافه الفايده في السنه الواحده. فدايما الكاف عشان نحسبها هتبقى عباره عن نون في ايه؟ نون في 4، اللي هي نون في. طبعا لو كان المعدل الفايدة ربع سنوي اما معدل الخصم كان نصف سنوي فكان الموضوع مختلف. في لما نيجي نحسب فايدة كنا هنضرب النون في 4، لكن لما نيجي نعمل خصم كنا هنضرب النون في 2 لان المعدل نصف سنوي. انما هنا من الواضح ان المعدلات كلها ربع سنوية، فدايما المدد هتتضرب في 4. اول حاجة بيقول دين قيمته الاسمية 4000، واحدة واحدة كده، دين قيمته الاسمية 4000 يستحق في 1/10/96، وتاريخ التسوية التاريخ اللي كل الديون هتيجي عنده، بمعنى الدين الاولاني اللي هو 4000 يستحق في 1/10/96، انت هتأجله ل1/1/98، يبقى هتحسب له فايدة، هتحسب له فايدة لانه هيعدي عليه تاريخ استحقاقه، وبالتالي هيمشي كمان لغاية 1/1/98، فلازم تحسب له فايدة. ده اول. الدين الثاني اللي هو 1/10/97 برضه ده التاريخ سابق، عشان توصله 98 يبقى انت هتمشي لقدام يبقى هتحسب له برضه فايده. الدين الثالث اللي هو في 1/1/98 هو نفس تاريخ استحقاق الدين الثالث، فيفضل زي ما هو 3000. انما الديون اللي بعد كده اللي هي الديون الجديده اللي هي الكمبياله الاولى والثانيه، الاولى في 99 والثانيه في 99 ايضا، وانت عندك تاريخ التسويه 98، يبقى هترجعهم ل 98 يعني هتعمل لهم خصم. فالديون الجديدة هيتعمل لها خصم، أما الديون القديمة هيتحسب لها فايدة. الفايدة من الخصم في الكاف أس موجب كاف دي بتحسب فايدة، أس سالب كاف دي بتحسب خصم. ف
فأول حاجة الدين الأول اللي هو في 1/10/93 بنريد تسويته عند 1/1/98، ده تاريخ لاحق لتاريخ الاستحقاق، وبالتالي هنحسب فايدة، وعايزين نحسب جملة الدين ده عن المدة اللي هي من تاريخ 1/10 حتى 1/1. من 1/10/96 نحسب بقى 1/10/96 يبقى 1/10/97 كده فاتت سنة، وبعدين انت عايز توصلها ل 1/1/98، 1/10/97 هناخد 10 بالكامل، وبعدين 11 بالكامل في 97، وبعدين 12 بالكامل في 97 ايضا، يعني 3 شهور عشان نوصل ل 1/1/98، يعني سنة و3 شهور، يعني سنة وربع. دي المدة اللي هيتحسب عليها فايدة. كاف بتساوي نون في 4 زي ما اتفقنا، لان المعادلات عبارة عن معادلات ربع سنوية، سواء معادلات فايدة او فصل، هتبقى 1 وربع في 4 يعني بتساوي 5. فانت عندك كأنك هتحسب الجملة والقيمة الاسمية، يعني هتساوي 4000 اللي هو قيمة الدين في 1 زائد 2.5% أس كام؟ أس 5، فيطلع عندك 4525 وعلامة 63%. دي عبارة عن جملة الدين اللي قيمته الاسمية 4000 استحقت 1/10، أجلته لغاية 1/1/98، الحاجة ديت هيدفع عليه فايدة زي ما حضراتكم شايفين كده، 4525 علامة 63%. الدين الثاني ايضا من 1/10/97 حتى 1/1/98 هلاحظ ان 1/10 يبقى 10 بالكامل، 11 بالكامل، 12 بالكامل، ودخلنا في 1/1/98 ده يبقى كده 3 شهور. 3 شهور تبقى المده ربع سنه، هنضربها في 4 يعني كاف عندي ب 1، يبقى القيمه الاسميه اللي هي برضو عايز تحسب لها القيمه الاسميه او الجمله تبقى 6000، وهي قيمه الدين ب 1 زائد 2.5% اس 1، يعني 6150. ده عباره عن جمله الدين الثاني اللي هيستحق، كان في 1/10/97 واجلته ل 1/1/98 يعني مده 3 شهور. الدين الثالث بيستحق في 1/1/98 واحنا عايزين نعمل التسويه في نفس التاريخ، يبقى برضه هيظل المبلغ زي ما هو دون خصم او دون اضافه فايده، يعني 3000. اجمالي القيم الحاليه للديون القديمه، طبعا القيمه الحاليه هنا مش عشان هي دلوقتي، لا ممكن تتحسب عليها فايده، القيمة الحالية في 1/1/98، فلو هو تاريخ قديم بيتحسب له فايدة، لو هو تاريخ أحدث أو تاريخ لاحق بيتحسب له خصم. فعندك الدين الأول 4525 وعلامة 63%، الدين الثاني 6150 دول تحسب لهم فايدة، الدين الثالث اللي هو 3000 زي ما هو، يبقى إجمالي الديون القديمة هتبقى 13675 علامة 63%. القيمة الحالية للديون الجديدة، احنا عندنا 3 أجزاء، الدين الأول تم سداد الضغط نقدا اللي هو 2697 وعلامة 1 أو 1/10، الدين الثاني هو عبارة عن الكمبالة الأولى اللي هي 3 أضعاف الثانية، فلو قلنا إن الثانية سين هتبقى الكمبالة الأولى 3 أضعاف الثانية يعني 3 سين، فإحنا هنا هنقول إن القيمة بتاعة الكبيرة الثانية هتبقى 3 سين، الكبيرة أنا آسف الأولى والدين الثاني هتبقى 3 سين، والدين الثالث أو الكبيرة الثانية هتبقى سين فقط، وكده نبقى حافظنا على إن الكبيرة الأولى 3 أضعاف قيمة الكبيرة الثانية. طبعا الكبيرة الأولى بتستحق في 1/1/99، وأنت عايز تعمل تسوية عند 1/1/98 يبقى عايز تجيب قيمتها الحالية، يعني هتخصمها، فهتستخدم معدل الخصم اللي هو 2%، ويبقى بدل ما هنا اس كاف هيبقى اس سالب كاف، لان انت عندك الكمبياله الثانيه دي الكمبياله الاولى واقفه عند 1/1/99 عايز ترجعها ل 1/1/98، فانت عايز تعمل لها خصم، عايز تجيب لها القيمه الحاليه، فهتبقى 3 سين في 1 زائد 2% اس سالب 4. الاربعه دي جت منين؟ زي ما قلنا المده كانت سنه، من 1/1 ل 1/1 دي 98 ودي 99، هنضربها في ده معدل ربع سنوي، يعني هنضربها في 4 يعني كاف عندي ب 4، هتبقى اس سالب 4، فده يطلع 2 علامه 7 7 2 سين، ده القيمه الحاليه للكمبياله الاولى. نفس اللي حصل للكمبياله الاولى هنستخدمه برضه للكمبياله الثانيه بنفس معدل الخصم اللي هو 2%، ولكن كاف هنا هتبقى يعني اس سالب 6. ليه؟ لان برضه هو تاريخ لاحق، يعني تاريخ الكمبيالة الثانية 1/7/99، وانت عايز تعمل التسوية قبلها لتاريخ قبلي اللي هو 1/1/98، يعني قبليه بسنة ونص، عام ونص، كيف هنا هتساوي 1.5 في 4 يعني 6، لان ده معدل ربع سنة.
هنوجد القيمة الحالية هيطلع علامة 3/8 س، لأن هنا قيمة القيمة الإسمية للكمبيالة الثانية هنسميها س. يبقى القيمة الحالية للديون الجديدة هتبقى عبارة عن 2697 علامة 1 زائد 2 علامة 772 س زائد علامة 3/8 س، هي عبارة عن إجمالي القيمة الحالية للديون الجديدة. فده يساوي 2697 علامة 1 زائد 3 علامة 659 س، هي جمعنا القيم السينات مع بعض. تصبح القيمة الحالية للديون القديمة بتساوي القيمة الحالية للديون الجديدة. القيمة الحالية للديون القديمة زي ما اتفقنا وحسبناها قبل كده 13675 علامة 63% بتساوي القيمة الحالية للديون الجديدة اللي هي 2697 علامة 1 زائد 3659 س من 1000، يعني 3 علامة 659 من 1000 س. ال 2697 علامة 1 هنوديها بالسالب الناحية الثانية، يعني ناقص اللي هو 13675 علامة 63 ناقص 2697 علامة 1 هيصبح 10978 علامة 53، دي هنقسمها على 3 علامة 659 نوجد قيمة السين، لأن قيمة السين بتساوي 3000 جنيه، دي قيمة الكمبيالة الثانية. قيمة الكمبيالة الأولى زي ما قلنا هي 3 أضعافها، فدي بتساوي 3000 في 3 يعني هتساوي 9000 جنيه. ده كده الجزء الخاص بتسوية أو استبدال الديون طويلة الأجل.